السلام عليكم. داود الحلقة دي انو حاي نكاقه اللي نعاب رشتي دي بيقى مركا الرير بني اسرائيل اركان اني كبت بادين عدادي سيدي هايستي اردن ايو ايقو النبي قو دي لسعودة كسو بحين دول ميلكو عابد ايا سنمو سنم يدا سنو حاي لهايان غاب لو آد كدب انتا النبي قو دي كوشستين ايو كوي دهدين ايقو ولي بسي بڑا رو لها اللي نبي موسو نو سمي إله سيدا يكوى سمي إله وليهين ولي أبي النبي قودي أو كواني وحيابها إي وحيابها لم يتقاها كالي وحاو نقرات كودي دي بقوة إي عذابتي إي عذاب سكاي إما كدنك صوابحان إي سيدي إله يكو قرقاري إيو هلاقي عذاب قودي أدبا سيدا يو دعضي دعضي دي عابدش تدبيقا إي سيدا يكو تمي إي سيدا يكو دن بيسيبا وحانو دينيا شيخ محمد شيخ عمر درير إي تفسير كسورة الضاها نبي موسى عليه السلام استغيه كوح مقضاءه لصعطه ايه بباد نتغيه طورسينه على الاسواق حيث قول هذه بهرك عايو حتى طورسينه تغيه فاكسيه الرهي استغيه عن لكولنك الهي اهدو حيثيني الهي وحل وما عجلك محاكا سودة الدجيي عن قومك قرضا دي يا موسى موسى محاك قرضا دي اثرك عايش سوديك سودي ريه قال وحل هم ايقو اولاي واكوان على الصريفات كيجي كتشوغان فابي دبتا غيني وعدلت إليك إلهي وانكوس ودك دك ربي يا ربي لترضى إلهي جي يستيعد رال النقطة أي روس ودك دك أحيثين يا إلهي البقر قال لكل انكيت يلا هذا الكيت يا حضر الله قال قائل ويماده فاسوا أحيثين يا قال مركا وحي ربي فإنا أنه قد فتنا وما يبتلين قومك من بعدك قال الله دين تتكسوا مغري وعفوري إلا يبتلك وينما فتنة أقوين وكفرها هي الدين الآن وأظلهم وحا أنبياء سامري كالورنج قال قصاء آيات ربان وقرع أولمه فرجع موسى إلى قومه النبي موسى قال ذي سيب كن قضي غضبان آسيفا استقوا عيلي على الدرم الله رأس أشكوك درمه غضبان وعليسين آسيفا وعيلون قال مركا وحاول يا قوم قال ذي ذيو انتو كن قضي النبي موسى ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا ميانو إلهي إنو إذن قادم بل لو ناكسن بل أنت وناكسن إنو حوى عد إلهي أطيعنين وشنكوا عصومي دونه أفضال عليكم العهد ما وقت قيبا إذن كود إرادية بل أنت إلا إذن قبطي إلا واتيتو بل لوكر ديه واسده أما ردتم سوحة دونتنية حل إنو دقاء عليكم دوشي إن غضب من ربكم على إلهي إن حقي سكتمات على إلهي حقي سكتم إذنه تو بني آدم لقو من مثلكرا ما واحد دونتين إن على ذي إلهي دين كوها بسطه فأخلفتم موعدي مركز صاحب بلانتا يدي كبح دين قالوا واحد إلى ذلك يقول إسلاس فراحة تاج خير بنو إسرائيل ما أخلفنا موعدة كبلانتا دي وغمان نام بحمد ملكنا أود يدا معنى واحد إليهين وأنا لقد أقول ليوم استحذي لأنا لقى قفصبه وأنا لك لوريتي كاسي مرمرسية كده ولكننا أنك حملنا وحنا لقو حنباري أوزارا عريسيال من زينة القوم qoladii aynu ka soo guurnay faraacinadii wixii ay isku qurxin jireen oo nagu cuslaabay oo aanu dambi u aragnay kuwaas aan lagu soo xambaaray nu sidanay faqadasnaaha marsa dabka aan ku tuurnay fakadalika alqastaniri mid kale oo saamiri la yiraahdaana halkaas isaguna ku tuuray saamiri ba ayaa suuqayay oo ay doonayay waxaanu waa dambi soo ururiyay ana waa dahabkii reer banu israayil caariyada ay uga haysteen reer banu israayil faraacinada caariyada uga haysteen anna sabiru wuxuu lagu yiri kar iska soo ururiyo wayru baabina ina halkan isugu keena isaga intu haye iyo intaan haynaa dabka lagu wada guray markaas halkaas la isku dhalaaliyay waxan soo socdu ka sameeyay marka ninkan ayaana kala wareejiyay oo sida noo jeheeyay ee anagu awoodayada kaga maanaan bixin fakalaalika sidaanu dabka ugu ridnay ayuu alqasamiri isaguna ugu riday marka la guba ayuu noogu dhigay kolkii hore فأخرج الله موسى وصوص علي عجلا دبي بوصوص علي جسدا كرئة له خوار وعظم له عدك الله عضوك له فقالوا حي لهذين كوى ورمى يانا السابري طبعا قربا نعم ليالوها وشي بنيا استغى يكوي استغى وحي لان هذا إلهكم وإله موسى كان هو إله إني موسى إله في فنسي وإلاوي سبحان الله قال الله وحي لأ فلا يرون ميانا أركينين كوى إيقاهي ألا يرجع إليه من أنك علينا إن دبقني قولا هذا
أطي الله أدلان إنه جواب كري ولا يملك الله من أهين ضرا ولا نفع عندي بي يدافتونا يعني تأركين لأنك يقول رأي كدو الحد رأي نعل أيها شبع أنتين قبطي لأن حد رأي كدو البلاد يعني الرقب شاس. ولقد قال اللهم هارون هاروح وكل من قبل إن تانوا من موسى يا قوم قلوا إيدي وإنما فتنتم به قلوا إيدي فلك يوى الذي كؤاتي كان ورواك ابتلوا ذنبو وإن ربكم الرحمن إلهي ننا والرحمن فاتبعوني الراع واطيعوا أمري طلب إذا ميالا وأقبلوا قالوا على أن لن نبرح كتجمعنا عليه عاكفين عاكفين عليه كوى الضليورة كما اتجينا حتى يرجع إلينا موسى شارو موسى نقصنا الله كان كان نحسن مينه وانا كنت دلتر قنبيله قال وحول يا هارون موسى مركي ويمي هارون بوعنا انت وحول ما منعك محاكو ديلا إذ رأيتهم مركي على رجل يضلوا إلي أنبالين الله تتبعني أي أنت تتبعني إلى إصارة على محاكو ديلا أحد منكر كأكفة ديلا يبلايلا يشركك أفعصيت أمري أو أرن كيجي أهاسي إلى ليودرك هجاتي مياد خلاف تيبول قال مركا وحول هارون يا ابن أم إنه يو لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي هاي قبان جرك إيه فودة طونا ولا برأسي سيد أبو إني خشيت وحن كعب صديان تقول إن ترادة فرقت واتك لك حيث بين بني إسرائيل خير بني إسرائيل باتك لك حيث ولم ترقب قولي هذا الكيغان أنا تبين أكتب أنا دي دي إن أتكسي درتابا كبقي يبو قال مركا وحولي نبي موسى وكل لغا عوده بلايه ده ايو استغنى الله هدله سامري ليلا فما خطبك يا سامري سامري وارنكا قوامح قال وحول بصرت وحان اركب بما لم يبصروا به وحان يرق فقبضت وحان حنتوبي قبضة حنتوبة من اثر الرسول بلقي الله صادر الرات كيسة فنبذتها حنتوبة دي بان كتوري ايبيجي ام اسكوها قاتيبا دوشيسة كشت كسيري وكذلك السدعة ان اسكو فاما اللو قيلي سولت لي نفسي نفتي رؤي قرحي daasan la bacay buu dadana fuliye Samir waxa uu sheegay wuxuu leeyahay aqoonyahan baadan hawa anuu ka horeeyay dadkan oo dadana aragtidaydi iyo shaydi dheerayd baan ka faa'iideeyay malaa'ikii malaa'ikul jibriil ayaan arkay buu markaa uu faraskiisa wado isagoo meesha uu maraa ay noolaanays kulgaasan dadna raadkii soo qaaday ciidi ayaa soo qaaday raadka ka tagay waxaan ku dulshubay dibigan isagaan dalaliyay markaa xuwaarka sidaas uu ku yeeshay قال مركا وحو للنبي موسى فذهبت عبر فإن لك في الحياة ولوش دحر إذا وحكو سقناري أن تقول إن أتلاب الله مساك تابش مترت تابش مترت يا الله تابنين سدا وبلن قاضي بانا كل عضي ولا كرنتيني ومضيب كالح بحي لأنه إنا نستغن عدي تابن إسنا آنو عدي تابنين لأنه وقفك وحتابنا يا وقفك بلشب الله هي كود حجرة أما عذر باي لهي وكر دي عذر كاسوكو كاني إن دتك أرجو ذي تابشدو ذا أو ألرتي كل عضاء وكثير ذا وإن الله وحكوس جناري من نبي موسى كل موعدا بل لن تخلفه أن لجاب أجنين وانظر أجدور إلى إلهي كسرم كاجي الذي كسر ظلت أرهيل عليه تشي ساعات في المدل يورا ورسام كتبك قام بسين واكنه ولا تيسجنا أج الحين عمر كتبك كتشي أيها الك أو كدم ديلا تصي لأن حرقنه ونجوي ثم لننسفنه وحنكو أفوف الدوناء في اليم بضا نصفا أفوف دي الصير تنبس كي ستاسع الله صير بضا مركي أي وحي أي فلايين بفلان إلهي وحاوتوا بدو دي كرديقاي إنا إسلايين أردي قودة داديان سي أي عقابو قن نغطو وانو إيكو حقاد الشناء يقن نغطو وإذ وقت حس قال موسى نبي موسى ويري لقومه قل دي سيبو كويري نبي موسى يا قومي قل إيها إيقياو إنكم ظلمتم إذنك وحاك أحد قددتين وملك قد عذين أنفسكم نفينا باتخاذكم العجل سميسك آسميستين ديبي أي لها كدقتين نفتيني باك أحد قددتين اللي حد قدبك أقوين إنسان وملك قد عوا شيء قدن بيك أقوين ولي ما تشرك جيه قال لماذا فطوبوا النقض إلى بارئكم إلهيني إذن أبوري خالقين هاتبين إذن ما أبوري وحكا لنا إذن ما أبورينا إلهي إذن أبوري وكجو ذبك الشينا وكجو لدينا النقضة وطوبتك نوي فاقتلوا أنفسكم نفتينا نذلا نفيهنا نلعيا
halkaa waxa ka muuqanaya bay leen culimada siyaalaha toobad keen jireen nimankaas waxaa ka mid ahaa qofba ka agdhowunay sayaf dhakada kaga dhufto toobad keenkooda noocaas u ahaa haddaa arrinkaa egadaygiis ummad ummad adag bay noqoto waa lagu adkeeyey markay dabci waayeen baa loo dabcin waayey daalikum khayrun lakum kaasaa idiin wanaagsan kii naasaa idiin fiican aan idiin tilmaamay cinda baari'ikum ilaahiina boqorkaa agtiisa fataaba calaykum ilaahay wuu idinka toobad aqbalay way toobad keeneen way istileen dabeetana waa laga toobad aqbalay innahu ilaahay huwa isagu attawaabu raxiim ka toobadda aada u aqbala weeyaan ee addoommaha u naxariista